الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة إدريس مات 2020. ومع السؤال الثاني، خلال الصيف، قبل وضع السؤال سأجيبكم عن سؤال الأمس. السؤال كان: ما هي العملية الحسابية التي يمكنك أن تقوم بها إذا كانت لديك 4 تسعات لتحصل على 100؟ إذا كان لدي 4 تسعات فسأقوم ب99 زائد 9 مقسومة على 9. 99 زائد 1 تساوي 100، ويكون هذا هو جواب الأمس، جواب سؤال الأمس. سؤال اليوم: إذا كان لدى أحدكم 9 قطع من الذهب الخالص، ولكن هناك قطعة واحدة فقط من بين هذه القطع مزورة، ولديك ميزان ذو كفتين، ولك الحق أن تستخدمه 3 مرات فقط لاكتشاف الذهب المزور، كيف ستحدد القطعة المزورة؟ هذا هو سؤال اليوم. نتمنى لكم التوفيق والحصول على جواب هذا السؤال، وإلى سؤال آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.